شادي طلعت احد المحامين المفوضين بمتابعه هذا الملف، ملف العباره السلامه، مدير منظمه اتحاد المحامين. استاذ شادي اهلا وسهلا بك، متى كلفتم من قبل نقابه المحامين بمتابعه هذا الملف؟ بدايه كان تكليفي انا والاستاذ سعد حفظ الله المحامي رحمه الله عليه، كنا اول اثنين محاميين يتم تفويضهما او انتدابهما عن نقابه المحامين الدفاع عن ضحايا العبارة السلام 98. وده كان نتيجة ان احنا قد قمنا بعمل مؤتمر عن العبارة السلام 98 في شهر ابريل عام 2006. بعد هذا المؤتمر توافد علينا اهالي الضحايا العبارة. جاءتنا تحديدا 66 توكيل لاهالي ضحايا 66 ضحية تم قتلهم او تمت وفاتهم في العبارة السلام 98. بعد اول جلسه كان هناك امور يعني ممكن افردها لحضرتك بس بعد ما احكي بس التفاصيل الاولى. حدثت طبعا مفاوضات وخلافه بيننا وبين دفاع ممدوح اسماعيل وبيننا ايضا وبعض شركات المحاماه الدوليه التي تعمل في قضايا التعويض. ثم في الجلسه الثانيه ايضا قمنا بتقديم طلبات الدفاع الى ان تم سحب الملف منا وتم وضع هذا الملف في لجنه الحريات. ثم بعد ذلك خرج ملف العبارة السلام 98 وخرجت هذه القضايا جميعا، وحدثت مشادات بعد كده بين الأستاذ سعد حفظ الله والأستاذ منتصر الزيات، إذ أن الملف انتقل إلى مكتب الأستاذ منتصر الزيات. ودي كانت أمور يمكن الصحف المصرية قد تحدثت فيها وتحدثت عن اتهامات متبادلة وشبهات فساد وخلافه. اللي عايز أقول لحضرتك بخصوص موضوع العبارة السلام 98 إنه هذا الملف طبعا كان بيضم عدد من ملفات الفساد العديدة جدا، منها فساد إداري على سبيل المثال، إذ أن العبارة السلام 98 كانت أوراقها التي أتت من إيطاليا تقول أنها لا تستخدم إلا كفندق عائم فقط ولا يجوز لها السير في مساحة تتجاوز 16 كيلومتر فقط، ومع ذلك تم تلاعب بأوراق العبارة لتقول أنها تستطيع السفر لآلاف الأميال. كان هناك فساد إداري أيضا وهو أن صاحب العبارة ممدوح إسماعيل قام بعمل أدوار عضوية في العبارة تتجاوز ضعف حمولتها في حال أنها تكون فندق قائم فقط، يعني هي لها حمولة كفندق قائم لكن تم تضعيف حمولة العبارة وأيضا كان تسير لآلاف الأميال. الأمر الأخطر أن جاءتنا أيضا حالات كثيرة جدا من أهالي الضحايا كانت معهم شرائط فيديو لقنوات فضائية عديدة جدا منها الجزيرة، كانت هذه الشرائط التحن يعني بها صور للضحايا قبل أن يكونوا ضحايا، كانوا أحياء في هذه الشرائط. ثم فوجئ بعد ذلك أهاليهم عندما ذهبوا لرؤيتهم أنهم في عداد الأموال. الواقع أنها قضية مليئة بملفات فساد كثيرة جدا، منها ما هو مدني ومنها ما هو جنائي. طيب. ولكن تفضل. يعني أرجو أن تبقى معنا أستاذنا، لكن معنا أيضا